ازاي يقدر سلاح الجو الليبي انه يدمر منظومه الصواريخ التركيه في ليبيا؟ وايه اللي هيحصل بعد الضربه دي، خصوصا انها اسفرت عن مقتل ضباط اتراك؟ دول السؤالين اللي هنجاوب عليهم النهارده. ثانيه واحده، انت قلت ان سلاح الجو الليبي هو اللي دمر منظومه الصواريخ، صح؟ مال ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. مبدئيا لازم نعرف قدرات منظومه الصواريخ هوك اللي استخدمها الجيش التركي في ليبيا واللي ضربها سلاح الجو الليبي. منظومه الصواريخ دي مخصصه لضرب الطيران والصواريخ، معاها رادارات قادره على رصد الطيارات المعاديه عن طريق الموجات المتصله والبحث النبضي، بالبلدي كده متطورة جدا وتقدر تكشف اي طيران معادي تم تحديثها علشان تحمي نفسها من التشويش. بتوصل سرعتها عند التفجير ل 2000 متر في الثانية، وده اللي بيرفع من قدرتها التدميرية. قدرتها على رصد الاهداف المعادية بتوصل ل 122 كيلومتر، تقدر تصيب الاهداف المعادية على بعد 40 كيلومتر. كل بطارية صواريخ تقدر تضرب 36 صاروخ. طب وازاي برغم كل الامكانيات دي انضربت؟ بكل بساطة لان اللي ضربها بيمتلك قدرة تسليحية اعلى لدرجة انه قدر يشوش على منصة الصواريخ ويضربها ويرجع لقواعده بدون حد يشوف. الاهم من كده ان سلاح الجو اللي نفذ العمليه بيمتلك منظومه حرب الكترونيه قدرت تخدع اجهزه وتسليح الجيش التركي لحد ما سلاح الجو نفذ مهمته ورجع بدون خدش واحد. طبعا انت كل ده بتقصد سلاح الجو الليبي، صح؟ مال ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. ندخل بقى على التفاصيل. المتابع للاداره المصريه الحاليه بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي هيلاقي انها بتاخد وقت طويل جدا علشان تلجا للحل العسكري، وللاسف كتير بيفسروا ده ضعف او تنازل او غيرها من التفسيرات السلبيه. لكن في كل مرة بيفرض على مصر التدخل العسكري، بمعنى ان ما يكونش في حل بديل، بيكون الخاسر دايما هو الطرف المعتدي. وعلشان كلامنا ما يكونش مرسل، تعالوا نراجع مع بعض كذا مشهد. بداية من قصف القاعدة العسكرية التركية في ليبيا. الحكاية بدأت قبل ظهور حقول الغاز بكتير. بدأت برغبة تركيا في نشر قواعد عسكرية في دول الخلافة القديمة، وخصوصا الدول غنية الموارد، فقيرة الاقتصاد وضعيفة الإدارة. فمثلا هتلاقي لها قواعد عسكرية في شمال العراق، وتواجد عسكري في شمال سوريا، وأكبر قاعدة عسكرية في مقديشيو في الصومال، وقاعدة عسكرية في قطر، وقاعدة عسكرية في ليبيا. وكان برضو لديها رغبة في التواجد داخل مصر خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وفعليا كان لأردوغان زيارة تاريخية للقاهرة. لكن حلم التواجد داخل مصر تبخر بعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، نهاية بتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي. وزادت المشكلة بظهور حقول الغاز في البحر المتوسط، لأن زي ما قلنا قبل كده في حلقة الحروب الأربعة، تركيا مش مسموح لها تنقب عن الغاز ولا البترول في البحر المتوسط وفقا لاتفاقية لوزان سنة 1923. هسيب لكم لينك الحلقة في الديسكريبشن اللي عايز يعرف تفاصيل أكتر. ومن هنا بدأت المناوشات تحصل لما أردوغان بعت سفن للتنقيب عن البترول والغاز في المياه الأبرصية. وهنا نرجع للسلوك المصري اللي اتكلمنا عنه من شوية، وهو اللجوء للحلول الدبلوماسية والعسكرية قبل اللجوء للحل العسكري. اتجهت مصر لترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان علشان تحفظ وتحمي حقوقها من حقول الغاز والبترول في البحر المتوسط، ودي بالرغم من كونها خطوة سياسية إلا إنها كانت أقوى من الضربة العسكرية بالنسبة لتركيا، لأنها بكل بساطة قالت للرئيس التركي أردوغان العب بعيد يا شاطر. تركيا فهمت الدرس وقررت تلعب سياسة هي كمان، فاستغلت حالة الانقسام الليبي وعملت اتفاقيتين مع حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج، واحدة أمنية لتزويده بالسلاح والميليشيات لمواجهة الجيش الوطني الليبي، والتانية لترسيم الحدود المائية بين تركيا وليبيا، رغم إن مفيش حدود مائية بينهم أصلا، تركيا في الشرق وليبيا في الغرب. لكن تصرف تركيا كان مفهوم، وهو بحثها عن أي ستار قانوني وسياسي حتى ولو وهمي يمكنها من التواجد في مياه البحر المتوسط والتنقيب عن الغاز والبترول. لما دخلت تركيا ليبيا لقيت ان التورتاية كبيرة، والموضوع ممكن يزيد عن مجرد حقول غاز المتوسط، دي ممكن كمان تسيطر على حقول النفط والغاز في ليبيا نفسها وتحصل على عقود اعادة اعمار ليبيا اللي بالمليارات. لكن ايه الستار القانوني والسياسي لده؟ قالت والله احنا ماضينا عقود مشروعات عقارية مع معمر القذافي قبل ما يموت، وعايزين تعويض عن الفترة اللي تعطلت فيها المشروعات دي، وكمان عاوزين نكملها. وطبعا حكومة السراج وافقت، وبالمناسبة المشروعات دي قيمتها اكتر من 19 مليار دولار. هنا مصر واستمرارا لسلوكها السياسي والدبلوماسي طلبت المجتمع الدولي بانه يتدخل علشان يمنع تهريب السلاح لليبيا، ويحمي كمان الامن القومي المصري والشعب الليبي من الميليشيات السورية اللي نقلها اردوغان من سوريا لليبيا. بالفعل المجتمع الدولي رفض تهريب السلاح لليبيا، والصحف الغربية بدأت تفضح استغلال اردوغان للشباب السوري اللي نقلهم ليبيا بحجة العمل في خطوط الامداد الطبية مقابل 1000 دولار شهريا، الا انهم بمجرد وصولهم اكتشفوا انهم في خطوط القتال الاولى. حلف الناتو نفسه اللي تركيا احد اعضائه رفض تصرفاتها وتدخلاتها في ليبيا، زي ما رفض قبل كده تصرفاتها وتدخلاتها في الاراضي السورية. لكن لا حياة لمن تنادي، تركيا مكملة. هنا كان لازم مصر تنتقل للمرحلة الثانية من التعامل، وهو التحذير العسكري اللي كلنا شفناه واللي سماه الرئيس السيسي الخط الاحمر، والخاص بسرت وقاعدة الجفرة الجوية. طيب ليه المنطقتين دول تحديدا؟ لان سرت مش بس بوابة منطقة الهلال النفطي، دي كمان مفتاح الشريط الساحلي لليبيا بالكامل، وهي اللي بتربط بين شرق الشريط الساحلي وغربه. اما قاعدة
الجفرة، فاللي بيسيطر عليها بيقدر يسيطر على المجال الجوي الليبي بالكامل. والأخطر من كده بالنسبة لمصر إن سهل ينفذ من خلالها ضربات جوية في العمق المصري. هنا واحد يسأل، ليه الرئيس السيسي أعلن الخط الأحمر بدل ما ينفذ عمليات عسكرية مباشرة ضد تركيا في ليبيا؟ لسببين. السبب الأول إن الإعلان ده بالأساس كان موجه للمجتمع الدولي وحلف الناتو ومجلس الأمن، إن أي تعدي على الخط ده بيهدد الأمن القومي المصري، وبالتالي مصر بتخلي مسؤوليتها عن أي رد فعل تقوم بيه لحماية أمنها القومي. السبب الثاني هو تأكيد على تمسك مصر بالحل السياسي والدبلوماسي لآخر لحظة. بالبلدي كده بيرمي الكرة في ملعب أردوغان علشان يكون التصرف العسكري المصري رد فعل لفعل أردوغان، وهنا تفرق كتير قدام المجتمع الدولي. طيب وأردوغان عمل إيه؟ الرئيس التركي أردوغان رفض الإعلان المصري واستمر في تكثيف تواجد قواته في ليبيا، لكن التوسع في التواجد العسكري محتاج ستار سياسي ودبلوماسي. يعني ببساطة المجتمع الدولي مصدعني وعمال يسألني على الميليشيات السورية اللي نقلتها ليبيا. يبقى إيه الحل؟ الحل إن أنا أوقع اتفاقية تانية مع حكومة الوفاق لإنشاء قاعدة عسكرية تركية في ليبيا، وبالتالي أمنح قواتي حصانة دبلوماسية ومحدش يقدر يسألني أنت ليه عندك قوات في ليبيا؟ طب وده ينتج عنه إيه؟ هقدر كمان أنقل سلاح بكيفي، ولما حد يسألني بكل بساطة هرد وأقول له إن السلاح ده لقاعدتي العسكرية في ليبيا. وبصراحة دي كانت خطوة مفيدة جدا لتركيا، لكنها بتزيد من تهديد الأمن القومي المصري. يعني أنا بعمل لك خط أحمر وبقول لك أنا رافض وجودك في ليبيا، وعمال أضغط عليك بالمجتمع الدولي لمنع تهريب السلاح، تقوم أنت تعمل لي قاعدة عسكرية وكمان تزودها بأحدث منظومات الدفاع الجوي والصواريخ المضادة للطيارات. مش بس كده، ده أنت كمان بعت وزير دفاعك ومدير جهاز المخابرات ورئيس أركان جيوشك وبتعمل لي غرف عمليات تركية في ليبيا. طيب ما كل دي تصرفات واحد بيستعد الحرب، مش بيستعد لمشروعات بنية تحتية زي ما بتدعي. وكمان وزير دفاعك بيجتمع بالضباط الأتراك وبيقول لهم إن التواجد التركي في ليبيا هيستمر للأبد. طب يا راجل قدم المشيئة. وبالتالي مصر بتضطر تدخل المرحلة الثالثة من المواجهة، وهي المواجهة العسكرية اللي فرضت عليها. وهنا مهم جدا نقف عند جملة إن المواجهة العسكرية فرضت على مصر. بعدها بساعات يطلع طيران الجيش الليبي يقصف القاعدة التركية ويدمر منظومة الدفاع الجوي والصواريخ المضادة للطيارات، ويرجع بدون ما حد يشوفه. ثانية واحدة، الطيران دمر منصات الصواريخ المضادة للطيارات؟ مظبوط. ومفيش ولا طيارة انضربت؟ مظبوط. منصات صواريخ زي اللي بتأمن سد النهضة كده؟ مظبوط. حلو ده، كمل لو سمحت. الضربات الجوية دي عملت ايه؟ دمرت القاعدة الجوية بالكامل، وضربت غرف عمليات الضباط الأتراك وهم مجتمعين مع 2 من قيادات المخابرات التركية، فمات منهم 6. بعدها حاولت تركيا تنفذ هجوم بري على سرت، فتم قصف عربيات الجنود والسلاح وهي لسه في الطريق. وهنا لازم نركز على مجموعة نقط مهمة. في الوقت اللي التزمت فيه القيادة المصرية بالحل السياسي والدبلوماسي، ناس كتير من الداخل اتهموها انها إدارة جبانة ومش قادرة تواجه تركيا، وناس تانية تمنت ان مصر تواجه تركيا عسكريا لانهم متأكدين ان تركيا اقوى بكتير وبالتالي هيقدروا يفرحوا في القوات المصرية. ولما حصلت الضربة الجوية نفس الناس شككت في الخبر اصلا وقالت مش حقيقي، ولما تركيا بنفسها اللي اعلنت قال لك يعني احنا شغلين نفسنا بتركيا وسايبين اثيوبيا. طب هنا سؤال يا ابو حميد، اتفضل، انت من اول حلقة عمال ترمي كلام كده ان مصر هي اللي نفذت الضربة الجوية، في حين ان مصر اصلا ما اعلنتش اي حاجة بخصوص الموضوع ده. طيب مبدئيا مفيش اي حد لا انا ولا غيري قال ان مصر هي اللي نفذت الضربة الجوية، لكن خليني انا اسالك سؤال، انت ليك اكل ولا بحلقه؟ مصر قالت اللي هيتعدى الخط الاحمر هيجرى له ايه؟ هيموت. طيب اللي حاول يعدي الخط الاحمر جرى له ايه؟ مات. عظيم، يبقى اللي قصفه بالطيران مش شغلنا ولا موضوعنا ولا ترتيبنا. المهم هنا رئيس دور الاستخبارات. تقصد استخبارات مين بالظبط؟ اسمع بس وانت تعرف. اللي زار ليبيا كان وزير الدفاع التركي ومدير المخابرات ورئيس اركان الجيش التركي ومجموعه من قيادات الصف الاول. النوع ده من الشخصيات بيتطلب تامين ومجهود كبير من جهاز الاستخبارات، خصوصا انهم بيزوروا منطقه صراعات. الا ان اللي حصل هو ان الطيران ضرب منصات صواريخ ما عداش على تركيبها كام ساعه، يعني اماكنها للطرف الثاني المفروض ما تكونش معروفه، وحتى لو معروفه المفروض منصات الصواريخ دي متركبه علشان تشتغل، لكنها ما اشتغلتش. وبالتالي لما تحصل ضربه بالدقه والسرعه دي معناه ان جهاز استخبارات الطرف الثاني مش بس عارف انت فين وبتعمل ايه، ده كمان شايفك، وبالتالي برضو ده معناه عسكريا ان كنت اقدر اضرب لك وزير الدفاع ومدير المخابرات، لكن ما عملتش كده على الاقل المره دي. لذلك مهم تفهم ان دخولك ليبيا ده قرارك، لكن انك تخرج منها ده قرار انا. عظيم جدا، افهم من كده ان تركيا هتخاف وهتسيب ليبيا؟ للاسف لا، لانه بحسبه بسيطه اللي يخلي تركيا قادره تحارب روسيا في سوريا تقدر تحارب مصر في ليبيا. ايوه بس دي اتقتل لها 6 ضباط في عمليه واحده. وايه يعني 6 ضباط؟ احب اقول لك ان روسيا قتلت 36 ضابط وجندي تركي في عمليه واحده في شمال سوريا. طب وده معناه ايه؟ معناه ان اي حرب لها هامش خسائر، وتركيا عارفه ده كويس، وانت كمان مهم تعرف ده. يعني النهارده انت ضربت ممكن بكره تتضرب، دي كلها معارك، المهم النتيجه النهائيه للحرب. ونتيجه الحرب
الحرب اللي بتنتظرها تركيا هي تحقيق حلمها الاستعماري والسيطرة على حقول الغاز والنفط وعقود إعادة الإعمار اللي هتكسب من وراها مليارات الدولارات. طب هو الشعب التركي فين؟ إزاي موافق إن ولاده يموتوا يوميا كده في حروب استعمارية؟ هنا أرجع معاك لسياسة أردوغان الداخلية القمعية واللي بسببها الاتحاد الأوروبي لحد النهاردة رافض يمنح تركيا عضوية الاتحاد اللي أردوغان بيجري وراها من سنين. من بين السياسة القمعية دي تهديده بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي لمجرد إن بنته اتشتمت عليها، بنته اللي هي زوجة وزير المالية. إيه ده، هو أردوغان معين جوز بنته وزير مالية؟ بالمناسبة الموضوع ده بالنسبة لي أنا شخصيا مش أزمة، يعني لما أحب أسرد عيوب أردوغان مش هقول ده معين جوز بنته وزير مالية، لأن بكل بساطة ممكن يكون الراجل كفء. ممكن ترجع هنا الرئيس أعظم دولة في العالم أمريكا، مين أهم أعضاء الإدارة الأمريكية النهاردة؟ أسرة الرئيس الأمريكي نفسه وعلى رأسهم بنته وجوزها. فإذا كان رئيس الدولة شايف إن ده الشخص المناسب في المكان المناسب هو حر، ما هو اللي بيدير، أنا اللي يهمني نتيجة. أما السياسة القمعية فمثلا وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية فأكثر من 120 صحفي تركي في السجون بتهمة المشاركة في انقلاب 2016. تم إغلاق 180 وسيلة إعلامية في تركيا بتهمة المشاركة في الانقلاب. 2500 صحفي فقدوا وظائفهم وما لهمش أي علاقة بالانقلاب. النتيجة النهائية إن تلت الصحفيين المسجونين في العالم موجودين في السجون التركية، وده اللي خلى نقابة الصحفيين التركية تصدر بيان تقول فيه إن الصحافة التركية بتمر بأصعب اختبار في تاريخها. إضافة إلى إنه في سنة 2013 وقت ما كان أردوغان لسه رئيس وزراء اتورط هو وحكومته في فضيحة فساد غسيل أموال بقيمة 10 مليار دولار اسمها الغاز مقابل الذهب، ورغم عزل 10 وزراء إلا إن أردوغان كمل وبقى رئيس. وبالتالي واضح إن الرأي العام التركي مش مهم قوي وغير مؤثر بالنسبة أردوغان، اللي عاوزه بيعمله. طيب وده معناه ايه؟ معناه ان الايام الجايه هتشهد توجيه ضربه عسكريه تركيه للطرف الثاني اللي اتكلمنا عنه من شويه. الضربه العسكريه دي امتى وفين طبعا محدش يعرف، لكن توجيهات الرئيس السيسي لقائد سلاح الاشاره بتطوير عملياته لحمايه الامن القومي المصري في الغرب هي اكبر دليل على ان الحرب ابتدت. صحيح تركيا دخل فيها جون، لكن كلنا في انتظار الهجمه المرتده. ودايما اقول ان الجيش المصري جيش قوي صحيح، ومن اقوى جيوش المنطقه صحيح، ولكن هو جيش رشيد، جيش بيحمي مش بيهدد، جيش بيأمن مش بيعتدي. دي استراتيجيتنا وده عقائدنا ودي ثوابتنا اللي ما بتتغيرش.